المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي تعتبر ذراع البنك المعني بالتجارة. تأسست في عام 2008 وجاءت استكمالا لدور البنك وجهوده في تمويل وتنمية التجارة التي بدأت في نهاية السبعينات. العمليات الآن طبعا اللي تم اعتمادها فاقت حوالي 72 مليار دولار أمريكي منذ بداية البرنامج، ولدينا طبعا العديد من الآن من البرامج اللي هي بنقدمها للدول الأعضاء، وكثير من المنتجات التمويلية التي تستجيب لتطلعات واحتياجات الدول الأعضاء وأيضا القطاعات المختلفة مثل قطاع خاص واحتياجاته، قطاع العام واحتياجاته. فالمؤسسة هي مؤسسة حلول تجارية، ولدينا أهداف واضحة لتحقيق وارتقاء بمستوى الإنسان في العالم الإسلامي. طبعا أفريقيا كما ذكرت هي إحدى، طبعا أفريقيا تقع في ضمن أولويات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونحن نعمل في أفريقيا منذ إنشاء المؤسسة وما قبل ذلك. أول عملية تجارية كانت في آخر السبعينات عام 1977 كانت لأفريقيا، واستمر دعم البنك لأفريقيا، ومن ثم جاءت المؤسسة استكملت أيضا العمليات في أفريقيا، وارتفع عدد التمويلات بشكل واضح وكبير، فاق 25% في الأعوام الماضية. وصلنا الآن إلى ما يفوق طبعا مليار دولار سنويا لتمويل العمليات التجارية في أفريقيا. أتوقع أن طبعا بأنه كما توقع الآخرون بأنه المستوى التجارة سيرتفع بشكل كبير، أو نمو التجارة سيرتفع إلى أكثر من 56% من خلال التبادل التجاري ومن خلال فتح الأسواق الأفريقية. فنتوقع أنه حيكون طبعا الاتفاقية هذه هي أكبر اتفاقية منذ أن أنشأت منظمة التجارة العالمية، وستخدم عدد كبير من الأفراد في حوالي 1.2 مليار نسمة في أفريقيا، وباقتصاد يصل الناتج المحلي فيه إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي. فلذلك أنا أعتقد أنه هذه الاتفاقية سيكون لها أثر كبير جدا فيما لو استطعنا تنفيذها بشكل جيد، لأنه المهم الآن أن الدول تكون مستعدة، وهذه مرحلة الإعداد الآن، لأنه بعض الدول تحتاج الحقيقة إلى ارتقاء بمستوى خدماتها ومعالجة كثير من الأمور، وإصلاحات ضرورية الآن في أفريقيا حتى تستطيع أفريقيا أن هي تستفيد من هذه الاتفاقية. والأهم من هذا وذاك هو الحقيقة أن تركز أفريقيا في المرحلة القادمة على ما يسمى الابتكار والتصنيع. أفريقيا نموذج أعمالها والنموذج تبعته سنين طويلة، ونموذج تصدير مقدرات أفريقيا للخارج، المواد بشكلها الخام بدون أن تصنع وبدون أن يكون هناك في قيمة مضافة. ولعل هذا الأمر يجب أن يتوقف الآن، وأن تبدأ فعلا أفريقيا تهتم بموضوع التصنيع لمنتجات فيها قيمة مضافة للأفارقة، وأيضا ستساعد طبعا على تحسين أداء القطاعات الأخرى كلها، لأنها كما تعلمين هي مرتبطة أيضا بسلاسل القيم. نحن نسعى بشكل كبير في المؤسسة لفعلا الاهتمام بسلاسل القيم في أفريقيا، وإدماج الدول الأفريقية في هذه السلاسل حتى تستطيع أنه فعلا تستفيد بشكل كبير من هذه المنتجات الحقيقة الهامة والغير متوفرة إلا في أفريقيا. يعني لو أخذنا على سبيل المثال الزيوت، زيت الأرغام في المغرب الآن لا تجديه إلا في المغرب، ولكن يصنع في الخارج. الفواكه، ما يسمى بالحبوب وغيرها من الأمور اللي هي، فأفريقيا ستصبح سلة الغذاء للعالم كله أعتقد في المستقبل، فيما لو فعلا استطعنا تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية. لا يمكن تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية إلا بأخذ العديد من الإجراءات والإصلاحات على كافة المستويات.
سواء كان قطاعات الهامة ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، ما يتعلق بالسياسات بصفة عامة المرتبطة بالاتفاقية القارية، البنية التحتية في أفريقيا ضعيفة جدا والفجوة التمويلية كبيرة جدا، أفريقيا تحتاج إلى أكثر من حوالي 200 بليون دولار سنويا لتمويل البنية التحتية. فبدون ما نعمل أيضا على أيضا سد الفجوة التكنولوجية الآن اللي هو يسموه technological gap، هذه مشكلة أيضا تحتاج، لأنه الآن العالم يتطور بسرعة والتحول الرقمي أصبح واقع لا نستطيع الحقيقة تجاهله، لذلك يجب الاهتمام كثير بكثير من الأمور. هي عندك 55 دولة، فكل دولة لديها احتياجاتها وكل دولة لديها ظروفها، لكن لابد من التقييم الوضع بشكل عام، ونحن بنحاول مع شركائنا على أنه نقدم حلول لا تكون حلول واحدة، ولكن حلول تستجيب لطلبات كل دولة على حدة فيما يتعلق بموضوع تحسين أداء القطاعات وأيضا الارتقاء بمستوى الأداء، حتى تستطيع أنه فعلا القارة الأفريقية أن يكون هناك في تجارة واستثمارات إن شاء الله تكون واعدة في المستقبل. لذلك هناك كثير من الأمور اللي يجب أخذها الآن في الاعتبار حتى نستطيع الاستفادة. لا نتوقع أنه يكون منذ أن يتم إعلان نفاذ الاتفاقية بأنه سيكون هناك عوائد آنية لهذا الموضوع، ولكن يتطلب الأمر. هناك بعض الدول الأفريقية التي بدأت في هذه الإصلاحات منذ فترة طويلة، وأعتقد أنها ستكون أكثر جاهزية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية القارية، وشاهدنا كثير من قصص النجاحات سواء في رواندا وفي أثيوبيا وفي السنغال، لأنها كلها هذه هي عبارة جني لنتائج الإصلاحات التي بدأت فيها منذ فترة طويلة، وأن السياسات التي اتخذتها الحقيقة هذه الدول قبل فترة، والآن بدأت نشوف الآن نسبة نمو مستقرة في كثير من هذه الدول تتراوح ما بين 6-8%، وهذا شيء طبعا يعتبر شيء جيد. لعل الاستقرار من أهم العوامل الحقيقة التي لابد أن تكون متوفرة في أفريقيا، لأنه التنمية تحتاج إلى استقرار، والاستقرار طبعا لابد أن يكون موجود لكي تستطيع عجلة التنمية أن تسير بدون توقف، لأنه عدم عملية التوقف لعجلة التنمية هو ما يؤخر هذه المجتمعات وهذه الدول لكي تلحق بالركب التنمية وتلحق بالركب ما وصلت إليه الدول الأخرى. لكن أنا أتوقع الآن أن هناك في جدية واضحة، ونرى الآن مساعي الاتحاد الأفريقي بشكل كبير، مساعي الدول بصفة عامة فعلا لإنجاح هذه التجربة هذه الاتفاقية، وأنا أعتقد أنها ستكون لها أثر كبير جدا على القارة الأفريقية في, 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 في الزمن المتوسط والبعيد. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.